أهلا بكم من جديد. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، قال إن إيران لن تعقد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة خلال المحادثات المقبلة في فيينا. وتنطلق محادثات فيينا بعد يومين بمشاركة روسيا والصين، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا وإيران. ممثلو الدول المشاركة سيحاولون وضع معالم واضحة لإجراءات رفع العقوبات في ضوء البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن عقد اجتماعات للجان من الخبراء والمختصين. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد أن بلاده قبلت المشاركة في محادثات فيينا مع الأوروبيين وروسيا والصين من دون إجراء محادثات مباشرة مع طهران. من جهتها ترفض طهران الدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن وتشترط رفع جميع العقوبات الأمريكية. وقالت الخارجية الإيرانية إن هدف المشاركة في الاجتماع هو التعجيل برفع العقوبات. من جهتها دعت فرنسا إيران إلى المشاركة البناءة في محادثات فيينا وحثتها على تجنب مزيد من انتهاكات التزاماتها النووية. لكن في المقابل رد وظريف وزير الخارجية الإيرانية على الدعوة الفرنسية بتوجيه دعوة مماثلة، وقال لنظيره البريطاني دومينيك راب في اتصال هاتفي إن إيران تريد من أوروبا المشاركة البناءة في هذه المحادثات. فماذا وراء الدعوات المتبادلة بالمشاركة البناءة بين فرنسا وإيران؟ وهل يحقق اجتماع فيينا الهدف المنشود منه بالتوصل إلى آلية محددة تعيد إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي؟ وما هو مصير القضايا الأخرى التي تستوجب الأخذ بعين الاعتبار؟ أجواء التفاؤل الحذر تتعزز بإمكانية أن يحقق اجتماع فيينا للدول الموقعة على اتفاق نووي تقدما نحو ترتيب آليات العودة المتزامنة إليه بين إيران والولايات المتحدة. وزير خارجية فرنسا أراد أن يحافظ على ما توفر من زخم حتى الآن، فدعا نظيره الإيراني في اتصال هاتفي إلى تبني موقف بناء قبيل استئناف المشاورات. والموقف المطلوب هو الامتناع عن أي مخالفات جديدة تهدد بتقويض المباحثات. وزير الخارجية الإيراني رد على الدعوة بدعوة مضادة لكي تلعب فرنسا دورا بناء بحيث تلتزم بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي. وشددت إيران في ذات الوقت على رفضها لأي تفاوض مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة في اجتماعات فيينا قبل أن يتم رفع العقوبات. إشارة التشدد هذه تقصد التلويح بأن إيران ما تزال تمتلك القدرة على الوقوف في وجه العقوبات، وأنها لن تتخلى عن مطالبها بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق أولا. التوصل إلى آليات للعودة المتزامنة ليست هي العقدة الحقيقية، ذلك أن الاتفاق نفسه هو الذي يحتاج إعادة نظر، وذلك فيما يخص الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران وميليشياتها في المنطقة، وإيران ترفض البحث في هذه المسألة. الإشارات ما تزال محدودة حول ما إذا كان يمكن العثور على آلية موازية لضمان حسن السلوك السياسي والأمني من جانب إيران. بعض ما تهدد به الميليشيات التابعة لإيران يمكن أن يفهم على أنه جزء من أوراق الضغط لبناء آلية تناسب طهران، أما كل ما بعد ذلك فما يزال طي التكهنات. مشاهدينا أهلا بكم إلى الجزء الثاني من البرنامج، وأرحب بضيفي من باريس السيد ميشيل أبو نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس، ومن طهران معنا السيد مصدق بور الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك سيد مصدق. لو بدأت من طهران، هذه اللاءات الإيرانية، لا مشاركة في الحوارات، لا مباشرة ولا غير مباشرة، ولا حوار قبل رفع العقوبات الأمريكية حتى نعود إلى الاتفاق النووي، على أي أساس تبني إيران هذه اللاءات؟ نعم، شكرا، تحياتي للضيف ولكم ولمشاهديكم. الحقيقة هذه اللاءات هي في الواقع يعني تنبع من صلب الحقيقة، طالما أن هناك اتفاق مبرم
ومبارك من قبل المجتمع الدولي، يعني من قبل ممثلي كل الكرة الأرضية، يعني هذه الدول الخمسة الدائمة العضوية هي أيضا صادقت على هذا الاتفاق، وبالتالي كل شيء واضح في هذا الاتفاق، ومن الطبيعي أن إيران تدعو إلى الانطلاق من هذا الاتفاق، يعني العمل بموجب هذا الاتفاق. الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من هذا الاتفاق و أضافت عقوبات وحظر جديد على إيران. الجانب الأوروبي أعطى وعود ولم ينفذ، وبالتالي هناك عقدة، هناك أزمة، أزمة عدم ثقة موجودة لدى الجانب الإيراني تجاه الولايات المتحدة وتجاه الأوروبيين، وبالتالي إيران لا تريد أن تخسر المكاسب المتحققة في هذا الاتفاق، يعني هذه الأطر المرسومة وخارطة الطريق الموجودة لا تريد الإخلال بها، وهي تدعو إلى الانطلاق من هذا الاتفاق، لأنه إذا أرادوا أن يخترقوا هذا الاتفاق، هذا العمل هو أسوأ مما يصفون إيران وينعتون إيران بانتهاك هذا الاتفاق، في حين إيران بموجب المادة 26 من الاتفاق النووي يحق لها يعني أن تخفض التزاماتها الطوعية، هي وقعت على بروتوكول إضافي طوعا وأرادت أن تثبت يعني حسن النوايا وتعمل بشفافية، هي رضيت بذلك، ولكن في المقابل لم تواجه رد إيجابي أو حسن نية من الجانب المقابل، وإنما بالعكس يعني المزيد من الحظر والمزيد من العقوبات والمزيد ولكن من سيد مصدق التعقيد والمزيد من رغبة الرئيس بايدن منذ أن كان مرشحا انتخابيا للانتخابات الرئاسية هو قطع وعدا ويسعى لتنفيذه بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وسمعنا أكثر من عرض لم تتم الصورة النهائية له، فمثلا قيل أن الولايات المتحدة تعرض رفعا جزئيا للعقوبات أو سياسة الخطوة بخطوة، كل هذا ترفضه إيران. الحقيقة يعني إيران بايدن صحيح يعني هو أعلن خلال حملته الانتخابية وهذا ما بعث الارتياح لدى الجانب الإيراني، ولكن بدأ فيما بعد أن ما يقصده بايدن من العودة إلى الاتفاق لا يقصد هذا الاتفاق، يقصد اتفاق جديد. وإذا أردنا نتأكد من ذلك يجب أن نراجع إحاطة وزير الخارجية في البرلمان في الكونغرس الأمريكي، وأيضا شيرمان مساعدته أيضا أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، طبعا موجودة كل محضر ما دار في ذلك الاجتماع، نسمع هذا الكلام كلام غريب، وبالتالي يعني هم تنصلوا، يعني هم يدعون إلى أن يكون هناك اتفاق يقولون سترونجر لونجر، يعني يكون أطول بالنسبة لإيران، يعني التزامات إيران مدة التزامات إيران تكون أطول وأقوى، يعني فرض إجراءات صارمة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا يريدون إدخال عناصر أخرى كالمنظومة الصاروخية والدور الإقليمي الإيراني وقضايا متعلقة بحقوق الإنسان، في حين أن كل هذه القضايا يعني بالإمكان معالجتها، كل قضية لها خانتها الخاصة، لها مكانها الخاص يعني، وهذا الاتفاق هو اتفاق أساسا اتفاق تقني، اتفاق فني وليس اتفاق، ولكنهم سيسوا هذا الاتفاق، يعني هذا الاتفاق هو من اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومفتشي هذه الوكالة هم من يؤيد أنه إذا كانت إيران قد خرجت عن الطاقة النووية الخضراء المدنية أو تتجه نحو تصنيع القنبلة النووية. واضح تماما. سيد ميشيل أهلا وسهلا بك من جديد. هذه الرؤية الإيرانية المتصلبة، لا أتحاور ولا أقبل برفع عقوبة جزئية ولا خطوة بخطوة، على أي أساس تبنيه إيران؟ كيف يفهم الأوروبيون هذه المعادلة؟ نعم، الجميع يتوقع أن تكون المناقشات أو ربما نسميها المفاوضات ستكون شاقة، لأن كل طرف يتمسك بما يمكن أن نسميه بالسقف العالي. أنت عندما تذهب إلى المفاوضات لا يمكنك طرح أوراقك أو التنازل عنها قبل أن تبدأ، لأن المبدأ المتعارف عليه هنا والذي يمكن أن يكون هو الطريق السبيل لعودة إيران إلى احترام التزاماتها النووية المنصوص عليها في اتفاق عام 2015 ولتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن عقوباتها، هذا سيتم وفق مبدأ ما نسميه التماثلية،
والتزامن، بمعنى خطوة مقابل خطوة، وذلك بمراحل تدريجية متلاحقة. هذا هو المعمول عليه في الوقت الحاضر، وأعتقد أن إيران واهمة جدا إذا اعتبرت أن الأمريكيين سينزلون عند رغبتها بأن يرفعوا عقوبات دفعة واحدة وتنتهي الأمور. منذ البداية قال الطرف الإيراني إنه ليس، وهذا ما كرره ضيفك الكريم من طهران، إنه ليس هناك من حاجة لمفاوضات، بل يكفي أن تعود أمريكا عن العقوبات وانتهى الأمر وتعود الأمور إلى سابق عهدها. هذه المقولة لا تؤخذ جديا هنا في أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم رغبة الرئيس الأمريكي بايدن منذ برنامجه الانتخابي بأن يعيد الطريق إلى الدبلوماسية، لأنه وعى وعرف وتبين له أن سياسة سابقه في البيت الأبيض المسماة العقوبات القصوى لم تفضي إلى نتيجة. لا إيران عادت إلى طاولة المفاوضات، لا بل إن قدرات النووية وإمكانيات تزايدت، عادت إلى التخصيب بنسبة 20%، راكمت كميات اليورانيوم المخصب، بدأت بالسعي لإنتاج معدن اليورانيوم، نشرت طاردات مركزية حديثة إلى آخره. وبالتالي لو كان الرئيس ترامب أعيد انتخابه ربما لسنوات 4 جديدة، عندها كان يمكن الاعتقاد بأن إيران بسبب هذه العقوبات، بسبب الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وعلاقاتها الخارجية التي تخضع لمد وجذر، كل ذلك كان سيدفعه إلى التفاوض مع الرئيس ترامب وفق قراءته. اليوم هناك رئيس جديد يقول نحن مستعدون للعودة للاتفاق، ولكن هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن هناك عورات في هذا الاتفاق. العورة الأولى أعتقد، قبل أن نذهب سيد ميشيل، قلت نقطة غاية في الأهمية هنا سيد ميشيل، قلت أن سياسة العقوبات القصوى حافت الهوية لم تفرمل إيران، بل زادت من عمليات التخصيب وتحللت تدريجيا من الالتزامات النووية. صحيح. ألا يمكن أن تستغل إيران ذات الظروف برئيس مع لهجة مخففة، رئيس أمريكي، ومن ثم لا تتفق مع الغرب وتفتح لنفسها مجال أكثر لخرق الالتزامات أكثر، وهنا تكون أسلحتها أقوى في أي مفاوضات قادمة؟ نعم، هناك عنصران للإجابة على هذا السؤال الرئيسي. العنصر الأول أن الرئيس بايدن في سياسة العودة للدبلوماسية لا يعتمد فقط على الموقف الأمريكي، وإنما هو يريد، وهذا واضح في توجهاته السياسية الشاملة، بناء نوع من الإجماع حول الملف النووي الإيراني. والدليل على ذلك أن مجموعة 5+1 التي اجتمعت افتراضيا اليوم الجمعة الماضي كان هناك موقف شبه موحد. وعندما يقول بايدن نريد العودة إلى الاتفاق، هذا أيضا من ضمن هذا الإجماع. وبالتالي فإن الضغوط الدبلوماسية لا يمكن الاستهانة بها إذا رغبت إيران في أن تغرد خارج الصراع. هذه ناحية. أما الناحية الأخرى وهي بنظري ليس أقل أهمية، فإن الطرف الأمريكي لن يعمد إلى رفع العقوبات دفعة واحدة لسبب جوهري، هو أنه يريد اتفاقا جديدا، وهو ما أشار إليه ضيفك وأن أؤكد عليه، أن هناك 3 عناصر رئيسية يريد الأمريكيون كما الأوروبيون أن تكون جزءا أساسيا من أي اتفاق قادم، اتفاق قادم وشامل. وعلى كل حال الأمريكيون والأوروبيون متفقون، وربما يمكن نضيف إليهم الروس والصينيون، الجميع متفق على أن هناك حاجة لألا تصبح إيران يوما دولة نووية. إذن السؤال هو، إذا تخلت واشنطن عن العقوبات اليوم ورفعت هذه العقوبات دفعة واحدة، ما هي الضمانات التي تمتلكها؟ ما هي الأوراق الضاغطة التي يمكن أن تمتلكها من أجل جلب إيران مجددا إلى طاولة المفاوضات، قبول تمديد هذا الاتفاق، ثم إضافة 3 عناصر رئيسية: البالستي، البرنامج البالستي الصاروخي الإيراني الذي يقلق الجميع، ما يحصل اليوم في اليمن والصواريخ التي تطلق على السعودية ومحاولات إطلاق صواريخ على الإمارات وغير ذلك، هذا يبين اليوم أن هذا الخطر هو خطر آني وداهم. ليحمل هذه الأسئلة إلى السيد مصدق، الولايات المتحدة يمكن أن تترك الرئيس بايدن في هذا النهج. هذه نقطة أولى. نعم. النقطة الثانية، كيف يمكن للرئيس بايدن
أن يقنع المعارضة الداخلية هناك داخل الكونغرس الأمريكي، أكان بين الديمقراطيين أو بين الجمهوريين، هناك معارضة تامة للتساهل مع إيران. نحن نعلم أن الذين وضعوا في المراكز الأساسية اليوم في البيت الأبيض، في وزارة الخارجية، في مجلس الأمن القومي، هؤلاء يعرفون الملف الإيراني لأنهم فاوضوا عليه صحيح. منذ العام 2012 حتى العام 2015 وتوقع اتفاق، وبالتالي هناك نظرة مشددة مركزة على هؤلاء لئلا يرتكبوا الأخطاء نفسها، لأن الأخطاء نفسها ستفضي إلى النتائج نفسها، ولا أعتقد اليوم أن المزاج العام هو الذهاب في هذا الاتجاه. واضح. سيد مصدق، استمعت إلى ما يطرح السيد ميشيل أبو نجم بأن هناك رغبة أمريكية أولا بتحقيق إجماع أوروبي، ومن ثم هناك معرقلات مفرملات داخل الكونغرس الأمريكي، وحالة عدم ثقة بإيران بأن العقوبات إذا ما رفعت دفعة واحدة بأن إيران ستلتزم وستعود إلى التوافق مع المجتمع الدولي. هل تمتلك إيران إجابات مقنعة على هذه الأسئلة؟ الحقيقة يعني إيران قالت علنة يعني على لسان أكبر مرجعية دينية وسياسية متمثلة بالمرشد في حرمة استخدام السلاح النووي. يعني إيران، وهل هذه ضمانة دولية؟ أساساً ليس لها تفكير يعني في إنتاج. هذه الضمانة الدولية ممكن أن تكون ضمانة دولية، يعني لنفترض بالعكس، يعني أنا أسألكم بالعكس، يعني لو كانت إيران يعني هي تمتلك اليوم قنبلة نووية، ماذا كيف كانوا سيتواجهون معها؟ طبعا أيضا هناك أيضا حلول وطرق للمواجهة مع هذه الحالة، ولكن أن تكون يعني هم يتهموا إيران على أساس النية وعلى أساس الحدسيات، هذه ليست دبلوماسية في الواقع، هذه أساسا ليس دبلوماسية. المشكلة إيران هي تبحث عن الدبلوماسية، هناك خلل كبير. سيد مصدق، لو أردنا أن نجيب على هذا السؤال بشكل واقعي وصريح، هل يمكن أن نقنع العالم بأن المرشد الإيراني قال لن نتجه إلى السلاح النووي وهذه كافية؟ هذا غير مفهوم أو غير معترف به في المعاهدات والمواثيق الدولية، خصوصا في ملف خطير مثل الملف النووي. على حال إيران الدولة تختلف، يعني النظام في إيران يختلف عن بقية الدول. يعني اليوم نلاحظ يعني هناك أزمة اقتصادية خانقة في إيران، ولكن هناك ولاء شعبي، يعني هناك عناصر أخرى، يعني كيفية التعاطي بين القيادة والقاعدة في إيران تختلف يعني عن بقية الدول. يعني ربما هذه الأطر هي غريبة بالنسبة للخارج، ولكن أنا أعتقد يعني الاتفاقية الاستراتيجية التي يراد أن تبرم، لحد الآن لم تبرم، وإنما كانت اتفاقية مبادئ مع الصين. أعتقد الصين هي أيضا هي لا تريد أن تمتلك إيران القنبلة النووية، ولا روسيا هي أيضا تريد ذلك، ولكن بإمكان الصين وروسيا أيضا أن توفر نيابة عن إيران أن تقدم ضمانات في هذا المجال. يعني روسيا والصين على أساس هم خصوم ومنافسون أو منافسان للولايات المتحدة، وبالتالي عمل الثقة مفقود. العين والترقب للموقف الإيراني، ما هي الضمانات؟ لا، أنا أقول يعني هذه الضمانات، يعني أساسا إيران عندما تبدأ بالإنتاج، يعني اليوم إسرائيل تمتلك رؤوس نووية وهي تطلب ضمانات من إيران، الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك رؤوس نووية وقنابل نووية، الاتحاد الأوروبي، كل الدول الأوروبية، في حين إيران لا تمتلك. يعني هم يحاكمون إيران على أساس حساسيات، وهذا خطأ، هذه ليست دبلوماسية. أنا أردت أن أقول يعني هناك غلطة كبيرة، إيران تريد أن تصحح هذه الغلطة. يعني الحكومة الإيرانية هي مسؤولة بالدرجة الأولى، والحكومة أوباما أيضا مسؤولة. يعني عندما تم الاتفاق في عام 2015 كان من المفترض أن يمرر من خلال الكونغرس، ولم يمرر. يعني عثر أوباما على طريق التف حول الكونغرس، وبالتالي مرر هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق كان اتفاقا هشا. جاء ترامب طيب. وقال هذا الاتفاق لم يصادق عليه الكونغرس ولا يعنينا شيئا. اليوم إيران تضغط حتى على حكومة بايدن، تضغط لتوحد كل الأمريكيين، يعني حتى الجمهوريين، في سبيل أن يأتوا يعملوا معها اتفاق قوي لا يتغير. يعني هذه سياسة إيران بالدرجة الأولى، هكذا أنا أفهم. يعني إيران اليوم تضغط من جهات عديدة على إدارة بايدن. إدارة بايدن أيضا لديها مشاكل،
مشاكل، يعني هناك حلفاء يضغطون عليها حتى الآن مميين. سيدي هناك في الداخل هناك سيد مصدق مشاكل. لم أحصل على إجابة واضحة. سيد ميشيل أبو نجم، يبدو أن لا إجابة واضحة في إيران على هذه التساؤلات الأساسية التي طرحتها متكرما طبعا، وهي أسئلة تدور في رأس السياسيين الغربيين. كيف ستتعامل على هذا الأساس، غياب الضمانات الإيرانية، الدول الغربية، الولايات المتحدة يوم الثلاثاء في فيينا؟ نعم، بداية علينا أن نقول أن يوم الثلاثاء بالطبع هو بداية وليس النهاية، ولا أحد يتوقع في الأشهر القادمة، ربما حتى شهر حزيران يونيو القادم، أن يحصل تقدم محسوس لجهة بناء تفاهمات لكيفية عمل كل طرف من الطرفين. وبالطبع في هذا الإطار الأوروبيون لهم دور أساسي بالتعاون مع الصين ومع روسيا. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية فيما خص الضمانات، ليس هناك يعني ما جاء به ضيفك الكريم من أن المرشد الأعلى قال إن إيران لن تصبح أبدا دولة نووية، هذا ليس له مدلول قانوني وليس له التزامات ولا تترتب عليه التزامات قانونية يمكن المطالبة بها لاحقا. من يصدر فتوى اليوم يمكن أن يصدر فتوى معاكسة، أو شخص آخر يمكن أن يصدر فتوى معاكسة في مرحلة لاحقة. وبالتالي فإن هناك نوع من الشك في أن يقبل الأوروبيون والأمريكيون هذه الحجة. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثالثة، أذكر هنا ببيان أوروبي أمريكي صدر قبل شهر تقريبا، وجاء فيه نقطة أساسية أن هذه الأطراف الأربعة، فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تلتزم التزاما مطلقا بأن تعمل جميعها بشكل متحد بألا تصبح إيران أبدا دولة نووية. بالطبع ضيفك يقول أن هناك اعتراضات على هذه المقولة، هناك دول نووية وغير ذلك، هذا صحيح، ولكن المشكلة أن هذه الدول النووية أصبحت دول نووية معترف بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وربما بعضها بسنوات قليلة. إسرائيل بالطبع هي دولة نووية وتمتلك ما يقل عن 200 رأس نووي، ولكن الفرق بين إسرائيل وإيران أن إيران التزمت بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وهذا لم تفعله لا إسرائيل ولا الهند ولا باكستان. وبالتالي وانتهي هنا، أعتقد أن المفاوضات ستكون بالفعل شاقة وستأخذ وقتا طويلا، والأمل بأن يتم هناك شيء إيجابي في الأيام السيد القادمة. ميشيل أبو نجم، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس، وأيضا شكرا إلى ضيفنا في طهران السيد مصدق بور، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، انتهى وراء الحدث. شكرا على كرم المتابعة.